ديال اليوم العنوان ديالها هو travailler pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. En arabe, هي واش نخدم لراسي ولا نخدم لواحد اخر. نخدم لراسي هي نخدم راسي، هي نكون مقاول. نخدم او لا نخدم لواحد اخر هي نكون سالاريي، نكون موظف. غير الا بغينا نكون انتروديكسيون، غير من جهه كلمه موظف وكلمه مقاول. موظف على وزن مفعل، يعني مفعل، يعني واحد اخر دائما كيكوموندي فيك، حتى هو المفعل. ولكن فاش كنقولوا مقاول على وزن مفاعل، يعني كتكون حتى هو الفاعل، انت كتكون طرف، ما كتكونش واحد لا بيرسون، ياك ما كتكونش واحد لا بيرسون اللي هو مستعمل. الموظف هو مستعمل والمقاول هو مستعمل، هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. اون فرونسي غادي نشوفوا كيفاش الفرق اللي كاين. قبل كل شيء كنشكروا الاستاذ لهنا القشاش اللي كاين سميتو لتحت، اللي هو اللي ني ايلابورا هاد لو كو هذا. الوغ هنايا كاين تعريف ديال لونتربريز وراه دوزناه في فيديوهات اللي هي سابقه، ما غاديش نرجعوا ليه دابا، ولكن غادي نمشيو لابارتي اللي كتهمنا اليوم، وهي ما هو الفرق. فوالا هي هذه، ما هو الفرق بين انه تكون خدام موظف وكتوشي ان سالير، او لا كتكون مقاول، يعني كيكون كل شيء ديالك انت. ما هو الفرق؟ الا سولتكم نتوما اولا ك يعني المعلومات السابقه اللي عندكم في الحياه، شنو هو الفرق بين يعني اولا عطوني نتوما اوجه الاختلاف بين الموظف والمقاول. هذاك اللي كيتوشي ان سالير قدام في واحد القطاع معين في واحد المؤسسه، سواء غتكون عموميه او لا شبه عموميه او خاصه، والمقاول ما هو الفرق بينهما؟ تفضلوا شي واحد فيكم ولا جوج غير يقولي شنو اللي عارفين، شنو اللي سامعين. تفضلوا. كتجربة أستاذ. السلام عليكم بعداكين. وعليكم السلام، مرحبا. كتجربة لو سالاري كموظف اللي هو تيشد واحد السالير، بحال مثلا نقول لك عنده واحد الخط يتمشى فيه، ما عندوش شي حاجة زعما تي غاتديفلوبي لقدام. عنده واحد السالير تيشدو شهريا، بحال الا عنده واحد التقسيم تيقسمو على الماكلة ديالو، بحال اللي تيتمشى فواحد الخط ما تزيدش لقدام. صحيح. مقاول ممكن الا كان عنده جوج حوايج، اما غيتلوصا اما غيهبط من تحت. شكرا. تدخل اخر. عفاكم الا اللي عنده شي صوت مزعج حداه يحبسوا. نعم تفضل. قلت لك بالنسبه ليا انا، بالنسبه للموظف، هو الموظف دابا شكون عنده واحد الصالير شهري، يعني معروف شهري، يعني معروف. اييه صارير لي معروف، يعني كل على حسب الخدمه ديالو هو. اييه ما
واش هاد الناس اللي كيدويو معاك انت حداك ولا شي واحد اخر؟ لا عافاكم الاخرين ديزاكتيفيو لي ميكرو فهمتي كيف راه كاين الازعاج. وديزاكتيفيو لي ميكرو يا وين راه دايرين تسجيل زعما الحصه تفضل تفضل الفرق بين الموظف والمقاول هو دابا الموظف يكون عنده واحد المدخول اللي هو شروف يعني كيبقى غادي عليه وبالنسبه للمقاول على حساب الخدمه ديالو يعني على حساب الخدمه ديالو كل على حساب واش كيدير في الخدمه ديالو كل شهر وعلى حساب واش خدم مزيان واش ما خدمش. اها صحيح هادشي اللي قلت الو هادشي اللي كاين حتى واحد المثل ماشي غنقولوا مثل شعبي وانما واحد المثل اللي هو مهني يعني كيتقال بين الناس اللي هما في سوق الشغل وسوق الشغل يتكون من المقاولين والموظفين. هذا المثل شنو اللي كيقول؟ كيقول لك اودي الخدمه ديال الصالير كتعيشك اه ولكن ما كتغنيكش. هذا هو الشيء اللي هذه بحال قلنا نقولوا الخلاصه ديال الكلام اللي قلتوه نتوما. ولكن هذا الفرق اللي قلته هو كيتعلق غير بالفلوس بوحدها. اليوم في هذه الحصه غنشوفوا فروقات كثيره من غير الفلوس كاينه فروقات اخرى وهذيك الفروقات الاخرى كتاثر على هذيك الفلوس نيت اللي كندويو عليها سي بون الوغ اون باس. غادي نشوفوا دابا ها هو هاد السيد كيلز سون لي ريزون دو ترافاي بور سوا ميم او بور كيلكان دوتر يعني ما هي الدوافع او الحوافز اللي غتخلي الواحد يكون يدير لونتربرونيا او لا سالاريا يعني اما المقاوله او لا التوظيف. الاجير هو لو سالاري كيخدم بالاجره. هنا خلاص اهرب من الوظيفه اهرب من الوظيفه اذا اردت ان تصبح غنيا. هنا كاين فيديو راه كيكون في يوتيوب بين الاب الغني والاب الفقير. القضيه ديال هنايا الفقر والغنى هو كنقصدوا به الفقر والغنى في الفلوس ياك. وهذا الفقر والغنى عنده العلاقه حتى بالوعي. كاين اللي عنده الوعي ديال غني واخا هو فقير ياك. وكاين العكس كاين اللي هو غني ياك وعنده وعي ديال واحد فقير. وكاين عاوتاني اللي هو فقير وعنده وعي يعني اللي كيتناسب معاه او لا غني وعنده وعي اللي كيتناسب معاه. لكي تكون مقاولا يعني قبل ما تكون عندك الفلوس في الجيب خاص تكون عندك في عقلك هو الاول. لا يمكن ان اؤسس مقاوله الا ما كنتش انا يابانيها ومطلع عليها حوايطها ومركب ليها البيبان ديالها في عقلي. هذا هو الاول يعني كنكون كنامن بها وديرها. هذا هو العقليه ديال المقاول. نمشيو هنايا نشوفوا الفروقات. هنا غنشوفوا الفرق الاول. يعني كنديروا لا ليكتور القراءه من اليسار. لي زاتونت لا ريسبونسابيليتي هي المسؤوليه.
غنشوفوا المسؤوليه بالنسبه للاجير وغنشوفوا وغادي نشوفوا بالنسبه للمقاول لا ريسبونسابيليتي بالنسبه للاجير. راه الصوره توضح شحال ديال الملفات قدامو شحال ديال الخدمه تابعاه وما عندوش اختيار او لا خيار انه يرفض هذاك العمل اللي هو متراكم. هذيك لا ريسبونسابيليتي اي توجور بارطاجي بين هذوك الاجراء كاملين كلهم تحت كيف ما كنقولوا يعني تحت مطرقة واحدة وفوق سندان واحد. لونتربرونور اللي هو الصورة اللي كتبقى على اليمين راه كيبان لك السيد يعني كيفاش داير يعني كاين واحد التفاؤل كاين واحد رؤية مشرقة نحو المستقبل وهذيك المسؤولية كتكون كونسونتري عنده هو لأنه هو الشيفور هو لو شوفور دو لونتربريز المقاولة. شوفوا وجه آخر لوتونومي. لوتونومي كيف ما شرحتها سابقا هي هذاك الاندفاع تلقائي نحو الأشياء. بالنسبة لهذاك الأجير الصورة اللي عندي في الوسط هذيك الأوتونومي ما كانش عنده. علاش؟ عنده أن فور ليان دو سيبورديناسيون يعني عنده واحد الرابط ديال هذاك ديال التبعية. سيبورديناسيون هي التبعية وهذه التبعية نسبتها تتفاوت حسب هادوك الناس اللي هما رؤساء ديالك في العمل يعني تتفاوت نسبتها من مؤسسات لأخرى ومن قطاع لآخر ومن شخص لآخر لأن هي مرتبطة بدو شوز مرتبطة بالنظام الذي يسير المؤسسة بالنظام الذي يسير القطاع الذي تنتمي له المؤسسة مرتبطة بالنظام الذي يسير البلاد التي تتواجد فيها هذه المؤسسة ومرتبطة عاوتاني بالشخص طبيعة أولئك الأشخاص إن كانوا رئيسا واحدا أو عدة رؤساء. يعني كيبقى دائما يمكن لكش انت تبقى تدير شي حاجة راسك ديما خاصك ديك المشاورة وديما تاخد الإذن وديما خايف هذا هو كيكون عندك واحد الخوف هذه هي الكلمة. والذي يخاف لا يتطور الذي يخاف ما كيزعمش يدير شي حاجة هذا هو المشكل اللي كيكون عند الموظف سواء في القطاع الخاص ولا الشبه العمومي أو للعمومي كيكون واحد تحرك بناء على الخوف وهذا شيء سلبي. لكن المقاول في الصورة اللي كاينة على اليمين عنده ان اوتونومي توتال واحد تلقائية في الحركة واحد الاندفاع تلقائي في العمل والفكرة اللي جاتو كيجربها واش صالحة ولا لا فهمتي كاين كتكون عنده واحد المساحة ديال لا كرياتيفيتي ديال الابداع. الموظف ما كيقدرش يبدع اصلا هو عنده واحد الصالير فيكس بسبب بلو صالير فيكس دائما كيسال نفسه علاش انا غادي نزيد نبدع والصالير ديالي غادي يبقى هو او لا يقدر يولي طامع في دي بريم المناح وداك الشيء إذا علاش كيولي طعم ويقدر يولي واحد لقيته اسكلاف عبد ديما طامع في النقطة ولا طامع في اللي بريم ولا طامع في هذا وهذاك الطمع ديالو داك الشيء كيولي اسكلاف كيولي كيدير دي شوز
اللي هما كاع ما داخلين في الخدمه كاع مثلا ولا هذا، هذا هو الديفو ديال الموظف. لكن هنا راه ضروري يكونوا عندنا الناس موظفين، لانه العقليه تختلف. واخا حنا دابا كنناقشوا انه المقاول احسن من الاجير، وكاين اللي غنقريوه المنافع والايجابيات ديال المقاول، ومع ذلك هو يفضل ان يبقى اجيرا، لانه هو العقليه ديالو دايره هكاك، لانه المقاول شخص مغامر، واحد الشخص اللي عنده واحد الصفات كثيره جدا هو ليس قادرا عليها، ويخاف من الفشل. الذي يخاف من الفشل قامك يتلح المقاولة، سي بون. والذي لا يغامر، يعني ضروري خاصو يغامر، يعني كتكون واحد نسبة نجاح ونسبة فشل. الذي لا يغامر ما كيسموش رجل أعمال. هذاك المقاول اللي كيقول مع راسه مقاول وما كيحطش ايديه غير في الحاجة اللي هي ناجحة 100%، فرجال الأعمال يعني الحكماء في الاقتصاد لا يلقبونه برجل أعمال، يقولون أنه لا يستحق هذا اللقب لأنه لا يغامر. والذي يفعل العكس، كتكون واحد نسبة نجاح واحد نسبة فشل، يمكن كذا ويمكن كذا، ومع ذلك كيزعم وحاسب نسبة الفشل وكل شيء وكينجح، وهذا فهذا يلقبونه برجل أعمال. هذه هي الصفة اللي يعني بحال كنقولوا هو واحد التاج يلبسه المقاول الذي يغامر بطونمي توتال. نمر لا كرياتيفيتي، الإبداع اللي قلناه دابا، لو سالاريي الأجير اللي كاين في الوسط، ديفيسيل أ إكزيرسي، ميمكنش الأجير أنه يبدأ. أون بارتيكولي دون لي زاكتيفيتي فونكسيونيل، يعني ميمكنش يديرها في شي حاجة اللي هي بيغمو، يعني فيها واحد دي زيتاب اللي هما باينين، شنو غيبقى يخترع، ما عنده ما يبدأ هو، صافي داكشي فيكس، اللي داروا اليوم غادي يعودوا غدا، ما كاينش واحد الحس ديال الابداع. اما المقاول اللي هو على اليمين، هاد الابداع لا كرياتيفيتي، هاد لا كاركتيرستيك الي نيسيسير، يعني ضروري تكون فيه اي بيرمانونت، ودائمه دائمه، ضروريه ودائمه. نمر لي غولاسيون سوسيال، العلاقات الاجتماعية. الأجير في العلاقات الاجتماعية ديالو يصعب عليه كثيرا أن يتعامل مع رؤسائه بالمثل. واحد موظف معاه عنده نفس الكراد، تزاد عنده وليد غيدي ليه جوج قوالب ديال السكر، ولكن فاش الرئيس ديالو غيتزاد عنده الوليد غيدي ليه هو عشرات الكراطن ديال السكر، واخا هو احسن منه في الفلوس. علاش دار هكا؟ هذه علاقات اجتماعيه، ولبس بسبب العمل كتخليها انه كيفرق كيميز، لا هذه كذا، يعني هذيك العلاقات الاجتماعيه كتولي عنده علاقات طبقيه ايغارشيك، هذا هو المقصود بها ايغارشيكية. اما المقاول ماذا عنده؟ عنده واحد اسبري ديكيب، روح الفريق، بلي فاسيل اكريي. هذاك المقاول كيجي كيجلس هو مدير على الناس اللي معاه، ولكنه كيجلسهم معاه في لا طابل على انهم خوتو وصحابو وزملاء ديالو في العمل، وكي يقري هذوك الناس اللي معاه، كيبين لهم انهم راه
راه كل واحد عنده واحد لاطاش، وانه هذه المؤسسه ديالنا كاملين ماشي ديالي انا وحدي، ولا نجحنا غننجحوا كاملين، ولا فشلنا غادي نفشلوا كاملين. ما كيتعاملش معاهم على انهم الشقره، ما كيتعاملش معاهم انه فوق منهم ولا كذا، ما كيهددهمش بالطرد، ما كذا 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 كذا. اوكي، وكاينين ناس كنعرفهم بحال هكا، ولو في قطاعات اللي هي عموميه او لا شبه عموميه ولا خاصه، كي اللي كيدير بحال ما هكذا. والمقاولات بشكل عام هي راه قطاع خاص، ولكن ليس جميع المقاولين يتعاملون بهذه الطريقه، وهذه هي الطريقه الرابحه. اللي كيدير هاد الطرق هكا هو اللي كيربح. سي بون. سيكوريتي دو لومبلوا، هذاك الاجير عنده ريسك دو بيرت، دائما يخاف ان يطرد من العمل، ودائما هو عنده هذا الهاجس انه يقدر يفقد العمل، ودائما يقدر يفقد العمل كاع بخطره. ولكن المقاول شنو عنده؟ عنده ريسك دي الشيك، ماشي غير يفقد العمل، هو صاحب مقاوله عنده ريسك دي الشيك، يعني عنده غير امكانيه الفشل، ماشي امكانيه فقد العمل، امكانيه فشل، ماشي امكانيه نهايه الحياه، ماشي نهايه الطريق، ماشي بحال هذاك الاجير. الاجير عنده امكانيات ضياع هذاك المنصب كاع بخطره، خاصو يبدا يقلب على خدمه. اما المقاول اذا فشل ماشي غيمشي يقلب على خدمه، غيمشي يفكر في افكار اخرى باش يحل المشكل، باش يزيد ينجح. سي بون. هذا هو الفرق. يعني في هذه اللحظه هذه كيبان لك انه راه كاين واحد الفرق اللي هو بحال كنقولوا جوهري. سي بون. لي ريمونيغاسيون، التعويضات. الاجير عنده تعويضات ليميتي، محدوده، هذيك المناح وداك الشيء محدوده، منحه ديال العيد الكبير والمنحه ديال 13 موا محسوبه، حسبها هو من شهر 6، عارف اش غادي. فهمتي الهضره اللي قلتو، اللي كنتو قلتو ليا في الاول، انه عنده صادر محسوب، هو دائما حاسب، ودائما كيدير واحد لو بلان، يعني كيحط واحد المخطط بناء على هذاك الشيء اللي عارفه غادي يدخل ليه. هذا هو المشكل، يعني دائما هو محدود. ولكن المقاول ياك هذيك لا ريمونيغاسيون الي امبورطونت، مهمه اي فاريابل سولون لا رونتابيليتي. الكلام اللي قلته في الاول الحصه هو هذا، هذيك التعويضات هي مهمه، يعني و اي فاريابل يعني متغيره حسب لا رونتابيليتي، حسب المردود لو روندمون، يعني كلما خدم مزيان غادي يدخل مزيان، ماشي بحال الصالير. اللي عنده الصالير ديما كيقول خدمت بزاف ولا خدمت قليل، الصالير ديالي كيبقى فيكس. شي دابا الديفو. اما المقاول هو عنده ايمان ومعتقد ياك قوي، انه اذا عمل مجاهدا ومجتهدا راه في الاخر غادي يدخل اكثر. وهذا الشيء كيقري ليكيب، الفريق العمل اللي خدام معاه. لو ستاتو سوسيال، هذاك لو سالاري موان فالوريزي. لو ستاتو سوسيال هو لو بروفيل، هو هذاك المنصب الاجتماعي. هذاك الاجير ياك دائما كنقولوا هذاك راه غير اجير، اطير تاعي كيف ما كانت نوعيه العمل ديالو، اشنو اجير. ولكن هذاك المقاول عنده واحد لو بريستيج سوسيال تري زيلفي، عنده واحد المكانه اجتماعيه عاليه جدا، واخا يكون عنده، واخا يكون جيبو خاوي، و
ولكن فاش كيقدم راسو ولا كيقدموه الناس لبعضياتهم كيقول لك راه فلان مقاول، انت اصلا كتسمع مقاول كيتحركوا لك الملايير في الراس، واخا هو ما عنده كاع يعني غير لو فيت انه مقاول، يعني كتكون كتلقى مع مقاول كتحترمه كتقدره، انت كتولي طامع يخدمك كاع، فهمتي؟ غير هو شنو الفائدة ليه هو كمقاول؟ الفائدة ليه كمقاول انه كيتخلقوا عنده علاقات كثيرة بسبب صفته انه مقاول، راه فلان مقاول، ولكن فرق كبير. واحد تجلس معاه يقول لك موظف كذا، واحد كيقول لك راه عندي شركه. مع في الدارجه ديالنا ما كنقولوش هاد كلمه مقاول بزاف، كنقولوا راه عندي شركه او لا مستثمر شي حاجه بحال هكا. سي بون اون باس. الوغ هنا عندي لونتربرونوريا هي لينوفاسيون. لينوفاسيون هي الاتيان بالجديد، الاتيان بالجديد. هاد لينوفاسيون كاينين دي مو مرتبطين بهذه. هذه دابا صفات. الصفه الاولى فوار اوترومون، المقاول يرى الاشياء من زاوية أخرى غير التي يرى منها باقي الناس العامة، نقول لهم العامة. وراه باش نكونوا عاوتاني واقعيين، لا يمكن أن يكون كل الناس مقاولين. راه كاينين دابا يعني انتما تبارك الله، ما عرفش دابا العدد اللي كاين، راه كلكم تسمعون نفس الكلام ونفس المحاضرة، ولكن ماشي كل شيء غيولي مقاول، ماشي لقاش حنا اللي ما بغيناش، لا، راه هذاك الشخص هو اللي ما باغيش. كيف ما قلت لكم ديك الساعة يعني كاينين دي شوز ماشي غنقولو فطريين، كاين شي حاجة اللي هي فطرية ولكن شي حاجة اللي هي مكتسبة. بحال هاد الكلام الذي كنقولو راه الأغلبية منه هو مميزات، سو سون دي كاركتيرستيك اكيز مكتسبه، عندها علاقه بلو سافوار، داكشي اللي كتعلموه نظري، لو سافوار فير التطبيقي براتيك، اي لو سافوار اتر، هادشي اللي كندويو عليه اليوم اغلبيه فيه داخل في لو سافوار اتر، يعني التطوير الشخصيه ديالك، داكشي ديال سافت سكيلز. voir autrement، نرى الاشياء من منطلق اخر. هنا فاش كيكون شي مقاول في البدايات ديالو هو كيشوف اشياء من جهه اخرى، الناس الاخرين اللي هما العاديين كيبقاو يضحكوا عليه كيقولوا انت مسطي، شوف سمع شنو كيقول، وكيبقاو كيتفرجوا فيه حتى كيشوفوه واحد شويه كيبان لهم انسان ناجح. ديك الساعة كتحبس فيهم الضحكة، كيتفكروا نهار فاش قال لهم كذا كذا وكانوا كيضحكوا عليه، لأنه كان يؤمن بفكرته وكان يؤمن بما يراه من زاويته وكان يؤمن بقدراته وأفكاره. ثانيا سو ديفيرونسيي هي مختلف، ولكن سو ديفيرونسيي ماشي ان تختلف مع الناس، لا، ولكن ان يكون فكرك مختلف. لانه باش تنجح المقاوله ديالك واش غادي تجي غادي دير تايا كوبي لواحد المقاوله اخرى كانت غادي دير بحالهم؟ لن تنجح. خاصك ديما تكون مميز، خاصك تكون مميز في شي حاجه ما كايناش عند الاخرين. الحاجة الثالثة ديزاكتيفي عفاكم لي ميكرو. الحاجة الثالثة كريي، لو فيرب كريي هي خلق يخلق، يعني خاصك تجيب لنا الجديد، فكرة جديدة. أي مقاولة ناجحة
تمتاز بهذه الأشياء، الأفكار الجديدة. مثلا واحد باغي يدير قهوة، عطى الله القهاوي، ولكن باش تنجح القهوة ديالي أنا غادي ندير قهوة، هذاك الشيء اللي كيصوبوه بقية القهاوي أنا غادي نديرو لميم، ولكن غركز على حوايج أخرى ما كايناش عند هادوك. شي حوايج عندها العلاقة بالأثاث ديال القهوة ديالي، المقهى مثلا، غنخلق فيه واحد اسباس ديال لا ليتيراتور، ديال الاداب والمطالعه، نخلق فيه واحد اسباس ديال اللي بغى يدير شي عرض، شي محاضره، نخلق فيه اسباس كذا كذا كذا. كاينين دي شوز يعني غادي نديرهم نتميز بهم كاع. رابعا انفونتي، لانفونسيون هو الاختراع، يعني يجب ان اخترع اشياء. هذه ماشي الاختراع، هو تختار منتوج معين، مش بالضروره منتوج، تقدر يكون داك الاختراع ديالك عباره غير على لون. كاين مثلا اللي غادي يدير القهوه، ياك الكيسان ديال القهوه مثلا غيمشي غادي يكونوا مطبوعين بسميت هذيك القهوه، القهوه الاخرين لا، عندهم كيسان عاديين كيجيبوهم من عند الناس اللي كيبيعوا المعان وكيخدموا بهم. لا هو غادي يدير سيدي الكيسان والطباصيل وهذوك لا فيسيل كامله، يعني هذوك الاواني كاملين بسميه ديال هذيك القهوه، وداك الباراسول اللي كيديروا على لي طابلي على برا بسميه، فهمتي؟ كاين شي بارتيات غير صغار ولكنهم مميزين. خامسا ريانفونتي، هي اعاده الاختراع. انفونتي اختراع يعني من الصفر، ريانفونتي هي شي حاجه اللي كانت واحد اخر دارها قبل، جيت انت وعودتيها بواحد الاسلوب اخر او لا طورتيها. والمقصود بلا ريانفونسيون هو التطوير، ماشي كوبي، اللي دار هذاك نعاود نديرو تانا. هذا راه سميتو الجبن، وسميتو الكسل، وسميتو الركود، وسميتو يعني الغباء. لا، ديما نحاول انني ندير شي حاجه. اوزي ياك، هي الجرأة، لو فيرب اوزي، جرأة يجرأ، ياك يجرؤ، ياك ان يكون جريئا، هي اللي كنقولوا بالدارجة ديالنا، كيزعم أن تكون جريئا. الجريء هو الذي يغامر، ولكن يغامر ياك بخطة. ثم انتربروندر هي المقاولة، دابا اللي كنقولوا حنا، لأنه المقاولة علاش هي كدار؟ إما لبيع منتوج أو لبيع خدمات أو لكلاهما. من منتوج كتبيعه الناس او لا كتقدم خدمات، توصيل، اصلاح، كذا مثلا، ترونسبور، ياك، او لا كلاهما. هذا هو المقصود بهذا الفرق اللي كاين بين المقاول وبين الاجير. ولا رديتوا البال هاد سبعه الاشياء اللي قدامكم هنا، لا تكون في الأجير، وإذا كانت فيه يكون فيه بعضها، ولكنه دائما يحس أنه إذا كان الأجير عنده هذه المميزات فإنه دائما يفكر في أن يهرب من الأجرة إلى المقاولة. وشحال من واحد دارها اللي كيشوف راسه عنده دي كومبيتونس، قدرات ومهارات، ياك بطبيعة الحال خاصه يفكر كيف يهرب، كنسموه الهرب، كيف يهرب من الأجرة إلى المقاولة. سي بون، إوا الحصة حدها هنايا، ولكن شي تدخل أو لا شي سؤال تفضلوا. مرحبا.